وهلا حديث البلد مع وسام الأمير ولورا خليل. البلد وسام الأمير، أنت ملحن ومغني لبناني معروف من 25 سنة، برصيدك أكثر من 300 لحن بأصوات أهم الفنانين والعديد من الأغنيات الخاصة اللي حققت نجاح كبير. لورا خليل، أنت مطربة لبنانية معروفة من حوالي 11 سنة، تميزت خلالها باللون البدوي اللي طبع أغلب أغنياتك الناجحة، وأنت ضيوفنا الليلة بعد ما اجتمعتوا سوا بديو كمشة حطب من كلمات حسين إسماعيل، ألحانك وسام الأمير وتوزيع داني حلو. ليه خطركم تدفوا على أول الصيفية؟ هو الدفع عفا ولو بعض وسام الأمير، بداية شو اللي خليك تختار لورا بالذات لحتى تشاركك بهالدفع؟ مين بده يولي على الحطبات غير لورا؟ أنا بنت ضيعة، كوني بنت ضيعة نعم من جبال لبنان نعم بالاحرى الشمال اختارني لانه بعرف وبالاحرى الاحرز غيرتها الاحرز غيرتها شاطره ايه شاطره بالتخطيب شاطره بالحطب وبالطبخ على السوبيا وهيك واخترنا قالك بعدين اول شيء لانه ذات الوقت وملائمه وبدنا نحكي عن فنها اول شيء اول شيء مثل القمر مثل ما شيء السيارة ميرسي ثاني شيء هي الصوت الانسب لهيدا الديو نعم. وهي الصوت اللي بيضيف جمال على هيدي الغنيه نعم. وانا بحبها وبحب صوتك كثير وانا بحب غنيها هلا لايف انا وياه شو رايك يلا دغري بدنا نسمعها دغري دغري ما نص ساعه اذا يلا سويت عندك بالله بالله يا هالليل ناديت الحبيب حلو النجوم تروح والقمر يغيب قالوا لبيت لبيت يا روح النداء لبيت لبيت يا روح الندى لبيت ومن بعد عينك عين ما حبيت حلو ولعلك كمشة حطب وحب قلبه برداني يعبر جف مثل القصب جمد دمي بشرياني هي من شو بيطالع لهب هو من شو بتشكي نيراني يا بعجب ما دمك عجب ودفك بين احضاني كمشة حطب بعز دين الصيف هالصيفية بعتقد كل المشاهدين والمستمعين كثير حلوة وسام ورح تكون انطلاقة لها كثير حلوة بإذن الله طمنا يعني ما فيك تقول له غير الله يطمنك يا ميشيل طمني خلص على سيرة الشمال اللي أنت منه لورا وعلى سيرة صغرتا وعلى سيرة النازحين السوريين أخواننا اللي موجودين بكثرة كمان بالشمال بدي أهل بتلاميذ ليسي سان بيير أميون كمان اللي جايين لعنا من الكورة الليلة
ونحن عازمين حالنا لعندكم حتى نطلع، يعني بعدنا موعودين فيرا يمين، خصوصا هلا قرص وقومة حطب يعني اهدن وصوبيا وهدن. علما انا بدي اقول كمان انه أميون من احلى مناطق لبنان وهي رمز التنوع اللبناني فيها على التعايش المسلم المسيحي الراقي يعني اللي كان وما زال عنده هالرقي يعني. صحيح صحيح. الأغنية بتجمع خليط موسيقي منوع بيطغى عليه اللون البدوي. عنا بلبنان في بدو ما هيك؟ يبدو ايه اكيد في طبعا اكيد في العرب البدو اللي هنا في كثير في كثار في كثار بدو في كثار لسه ما بدو. بدو زقفه ولا ما بدو؟ بدو زقفه خلص. وسام الأمير قبل ما نكفي خلينا نسمع مجموعة من أجمل الأغاني اللي هي بألحانك أو بصوتك بهالميوزك ستوري. اوعى لواح برجع مثل ما كنا، اوعى لواح زورك وتجي لحنا، الريتم بفرح برقص يعني بياخدك لمحل تاني، وهيدا قسم صغير بس يعني قد ما بتقدر الحلقه تستوعب. يا امير يا عن جد امير ندى السبع، اذا بدي اطلب منك غنيه من هدول الاغاني تهديها ليلي لباسم السبع، اي غنيه بتنقي؟ تتذكر يا باسم. لا بهدي غنيه هو بحبها عاده كثير بس يسمعها، ومع انه هو ضد التدخين بس ريتك
ريتني تنبكم عسل. عن جد مش معقول شو خفيفة الظل الريتم تبعها سريع ومهضوم عن جد وقريبة يعني دغري. كلمتها غريبة ما بتوقع انه ينعمل شيء عن الأرجيلة. غنية للأرجيلة وللتنبك. صحيح. لورا خليل هلا دورك، وقبل ما نكفي خلينا نسمع كمان باقة من أجمل أغنياتك بهالميوزك ستوري. روق أعصابك روق أعصابك اوعى انت تكون مهموم. وينك يا مسافر طولت الغيبة، تاركني لحالي وأني غريبة، مالي حبايب غيرك يا عمري، والحزن مقدر ومنين أجيبة. والكسره والفتحه هذه. وسام الامير مؤخرا عم تدعم الفنانه نهوه. نهوه كرام تقريبا. كمان مشواره طويل مع الفنانه نجوى كرام. بتتوقع انها تتميز باللون البدوي مثل لورا؟ ازمع شوي اللون اكيد. هلا جايين عصيف لانه في ثاني. اكيد رح تتميز لطالما كمان صوتها قدير وحلو بيلبق لهيدا اللون. نعم. وبلشت المسيرة بأول سيدي كله من هيدا اللون يعني. أكيد نحن صدفناها على كل حال بحديث البلد. كانت موفقة وناجحة عندكم. وبعدنا مكفيين بالمشوار وإن شاء الله كمان نقدر اللي بنحلم فيه نحقق ليه. روقوا خذونا أنتم رايحين. فيري أمين سألنا ندى سبع أي أغنية بتحب أكثر شيء من هالأغاني اللي مرقت، أنت أي أغنية حبيت أكثر؟ يعني أول شيء بدي أقول صوتها للورا أنا كثير بيعني لي، لأنه في رطوبة الغطيطة اللي بتنزل من إهدن لمزرعة النهر. يا حلوة يا حبيبتي. يعني يا أغنية شو بتحكي حلو. فيري أمين هذا هذا شعر بيت اليمين. شعر بالعائلة. نحن بالدم حبيبتي بنروح نفديكا سوا. أكيد. وسام رافع عز جبين الغنية. تسلمي لي كلك ذوقك تسلم. بقى مش قادرة تختار بس بدها غنية. لا بدي بس جير الغنية من جديد لندى يا مهاجر طولت الغيبة لحتى يرجع باسم لعند ندى. إن شاء الله يا رب. بلبنان سليم وعافى. إن شاء الله يا رب. عن جد يعني ان شاء الله الكل بيرجعوا بترجع ايامنا مثل قبل 2005 وهيك بنرجع نعيش هالانطلاقه اللي كان لبنان منطلقه بوقتها يا رب. ان شاء الله بيرجعوا اللاجئين ويرجع البلد لايام عزه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. لورا بتقولي انك تعاملتي مع سليم سلامه باكثر من 20 اغنيه. ايه؟ تقريبا ما بتتذكري ولا وحده منهم اليوم. على سلامه. حسلين ان شاء الله. مع انه سليم سليم توفقت معه يعني مع انه زمانه ناجحه يعني عنده ريبيرتوار عمل من هلا ليتي من 5 سنين لما بلش مع الفنان محمد اسكندر. نعم. بلش هيك يلمع هو وابنه. نعم. عملوا ديو ناجح. ايه عملوا كثير اشياء ناجحه
بس للاسف انه يعني مع اني انا تعبت كثير على الاغاني وممكن انا كثير انا وسليم كثير صديقه نعم. بس للاسف ما توفقت معه يعني بولا لحن. يلا بركي الله بيوفقنا بغير شيء ان شاء الله. بركي ثاني 20 ليه لورا يعني ليش ما توفقت مع انه وزعت مع فنان رائع جدا موزع رائع جدا بلال الزين واشتغلنا كثير على الاغاني ما توفقت فيهم يعني ما حتى ما بتذكرهم للاغاني لاني ولا مره هيك ما في شيء ضرب يعني الغنيه لما تضرب بتغنيها كل يوم وبتضل بالبال. وسام الامير قدمت عدد كبير من الالحان الناجحه للفنانه الكبيره نجوى كرم اللي بنوجه لها تحيه كبيره كمان, من حديث البلد. بس لما سالت عن اغنيتها الاخيره خلي لي قلبك قلت عنها عاديه ومش قد النطره اللي سبقتها. اليوم كيف علاقتكم انت ونجوى كرم؟ بتجنن. عتبت عليك شيء من التصريح اللي صار؟ لا يعني بالاخر هذا رايي انا بعطيه. نعم انا قلت هيك لانه كنا بجو ثاني وكن انه على اساس اللي بده ينزل مختلف جدا عن اللي نزل. شو كانت توقعاتك بالنسبه للاصدار يعني بالنسبه لاصدار الجديد؟ قعدنا اكثر من قعده وكان توجهها بالاساس يعني مختلف عن هيك اذا بدك. نعم. شو كان المفروض يصدر؟ وكانت عم تطلب شيء ثاني يعني مش هيدا الجو يعني. وانا قعدنا اكثر من مره وحكينا وهيك ورجع انه ونزلت الاغنيه سالت عن رايي فيها لانه بالاخر نجوى كرم بعد ارشيف وتاريخ يعني انه في حد ادنى مش ممكن تنزل عنه عم بحكي حتى عن هاي الغنيه بالذات. نعم بس انا شفتها يعني قياسا ل نجوميه نجوى لهالنطره وللي كنا بدنا نعمله ما شفتها هالقد واو يعني شفتها اغنيه حلوه بس عاديه يعني. نعم. وسام ولورا هلا عبالنا نسمعكم بشي موال عزوكم. يلا من عندك؟ ليش على طول من عندها دخلك؟ ليش على طول من عندها؟ لا ليديز فيرست ليديز فيرست ليديز فيرست ولو مش هيك سوري هو كثير جنتلمان مش مثلك. صوته اكبر هلا بصغرتاوي هيدا بشمالي. طيب لورا حبيبي مني ما بدي تخاف مني انا مني حبيبة يوم او ساعة هالطراب حي الزمان اللي جمعنا ولمنا حي الزمان يا با حلو. أنا عبيتك جيت يا عبيتك جيت تزورك ما كنتي وبطلعت بيتكن حمية ما كنتي يا با يا با يا با يا 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 با أنا عبيتك جيت تزورك ما كنتي وبطلعت بيتكن حمية ما كنتي أنا انهزيت وانجرحت ما كنتي عند ما سمعت من عندك جوايا كل العيون عيون وانت عيوننا وعلى هذا يبع على هذا لا تخلي شوفك حدا على هذا على هذا على هذا لا تخلي شوفك حدا يا 16 سنة يا عمر الولداني يا ميلي رجعني صغيري ويا خد مالك يا دني ويا ضوء ارجعت برا على هذا
حياتي مؤخرا ثلاث حفلات ناجحه باذبيل للعراق، وراح يكون لك قريبا عدد كبير من الحفلات والمهرجانات بلبنان، وبشهر 10 عندك جوله بامريكا بتطبعها جوله باستراليا. بعد منيح يعني هالسنه. بدنا نوجه تحيه للجاليه الاستراليه اللبنانيه عن جد، لانه الام تي في هونيك بكسر الدنيا. صح. صح. عن جد بيجينا كثير ردود افعال، عن جد محبتنا الكبيره لإلهم. وسام الامير كمان رح يكون لك عدد كبير من الحفلات بلبنان وبالخارج، وقريبا رح نسمع الحان جديده لإلك باصوات عدد من الفنانين مثل ملح مزين، زين العمر، عامر زيان، دارين حتشيتي، كلهم بالزين وغيرهم. شو بالزين؟ حضر له شيء لزين القتيل. حضر له وصفه. حضر له وصفه. بدنا نتمنى لكم التوفيق بكل اعمالكم، بس قبل ما ننقل للفورماتي بدي اطلب منك وسام الامير تنتقل على كرسي الخبر بدقيقه. كرسي الكهرباء. وتعطينا هلا ما في كهرباء بحديث البلد، كل محبه وذبذبات ايجابيه، اوقات بيجينا ذبذبات سلبيه بس ما بنطلع عليها ابدا. بدنا منك تنتقل على كرسي الخبر بدقيقه وتعطينا او سكوب او خبر جديد بعدك مش قايله، وبس ترجع بننقي وسيله اعلاميه نعطيها هالخبر من اختيارك. هونيك الكرسي هينه بس القومه من هون. بدك حدا من اهل الشمال ينزل لك. لا هيك ولا هيك. بين يمين بدك حدا الطريق. وسام الامير طلع بالكاميرا، قول رول كاميرا، وبدك تعطينا الخبر باقل من دقيقه. رول كاميرا. بالحقيقه بدي احكي شغله وبقلبي غصه وباول مره بحكيها، وعبقول انه انا عم بفكر جديا اني هاجر واترك هالبلد. وانا اللي بعز الحرب تقدم لي اكثر من جنسيه ورفضتها، بس هلا ندمت لاني عايش على امل انه اليوم يكون احلى من امبارح وبكره يكون احلى من اليوم. فطلعنا فتشنا لقيت هيدا الامل اكلني ودوبني مثل ما دوب كثير من الناس، وبقول بلدنا يا بلد يا اغلى من الولد، بدك ما تواخذنا اذا غيرك عزنا صار بدنا سند. الخبر يكون احلى من هيك، بس بدنا منهم للسامعين يعطونا اخبار احلى من هيك حتى تكون اخبارنا احسن من هيك. ولا انا بتمنى هالخبر ما يتعمم لكن ولا على اي وسيله اعلاميه ويرجع يعيد قراءته، لانه كل واحد منا قال هالموضوع 100 مره بس كل مره ما قدر ينفذه. انا ست فيرا واحد منهم كمان، كنت اخذ القرار وخلص بدي فل. ووسام انا عم بقول لك انه انا كنت اخذ القرار مثلك، بس رجعت اكتشفت انه نحن خلقنا بهالبلد. صحيح. وما رح نتركه، لو هو تركنا ما رح نتركه. نحن انا بدي اقول لكم شيء، اذا بشوف وسام وعائلته قدامي بالمطار مهاجرين ما بصدق. يمكن تشوفين وراكي مطار أبداً. عم بحكي من حرقه قلب بس أكيد كمان حرقة. فعلا هيك. وسام الامير بدنا نعمم هالخبر على وسيله اعلاميه هلا من اختيارك، بس بتمنى عليك نرفقه بجواب فيرا يمين ولورا خليل حتى نختمها دائما النهايه تكون سعيده، سعيده لانه دائما بنحب نهايتنا تكون سعيده. سعيده تفضلوا. سعيده كيفك. بدي اياك تنقي واحد من هالويب سايتس الثلاثه اللي رح اذكرهم للنشر بصراحه او خبر عاجل حتى نعطيهم الخبر قبل ما تطلع حلقه حديث البلد. يعني كلهم مواقع مهمه وإلا عندي تقدير واحترام، بس مثل ما قلتي بلشتي بالنشر. للنشر لكينا عنده احقيه نشر هالموضوع. هلا رح نكفي كمان بالدور ورح نبدا من الفورماتي مع وسام الامير. وسام الامير وانترفيو الوسط الفني. بكلمة، شو بتكره بالوسط الفني؟ قلة الوفاء.
مين أقرب شخص لإلك من الوسط الفني؟ نريمان عبود. كيف بتشوف الوسط الفني بعد 10 سنين؟ إن شاء الله يضل في وسط فني يعني. لورا يعني. شوفوا وسط. مقدر مقدر. شوفوا وسط. وسط وسط لا بأس به. شوفوا وسط فنيا. لأن يعني بكلمة واحدة هو بس العلي بسوق الإنتاج صار صعب. منشان هيك عم شوف أنا الوضع لقدام بده يكون شوي متأزم أكثر. للأسف، شو اللي بيضحكك بالوسط الفني؟ غير ميشيل. يعني بعض الأغاني هيك بتمرق. بضحك عليها. شو آخر أغنية ضحكتك؟ طلقني وامشي. شو؟ شو هي؟ طلقني وامشي. طلقني وامشي هيدي مهضومة كثير. أي أغنية آخر شيء؟ هيدي ضحكتها للورا. لأنه في أغاني يعني بتضحك. قلنا وحدة هيك. والله مش عبالي يعني اللي بتضحكني ما بتعلق ببالي إنه. من الوسط الفني للكابوس الأكبر. لورا خليل وانترفيو الكابوس الأكبر. إن شاء الله ما بتشوفي كوابيس. لورا، الكابوس الأكبر إنك تفقدي صديق أو ما يكون عندك ولا صديق؟ الكابوس الأكبر إنه أفقد صديق. الكابوس الأكبر إنك تشوفي حدا عم بيغرق بس مش قادرة تخلصيه، أو إنك تكوني عم بتسوقي والفريمات مش عم بتوقف بالسيارة. حدا عم يغرق ومش قادرة خلص. الكابوس الأكبر إنه تضيع مفاتيحك أو تضيع موبايلك؟ لا، ضيع موبايلي أكتر. ندى لا ضيع مفاتيحي. المفاتيح أكتر ليه؟ لأنه ما في عيش بلا مفتاح. أنا لكل شيء. شو المفتاح؟ شو المفتاح اليوم للنجاح؟ مفتاح قلب زوجي، مفتاح الجمهور، مفتاح الخزنة. صبينا علينا. ندى سبع، الموبايل ولا المفاتيح؟ لا بهالايام موبايل. موبايل بروحوا كل الكونتاكت. فيرا يمين موبايل. موبايل لانه صار هو الذاكرة اذا بدك اللي موجودة بين ايدينا دائما. وسام الامين كمان مزبوط. الموبايل صرنا ضايعين بس. هي صرت وحدة انا. انت لوحدك مضيعة. لوحدي مضيعة مفاتيحي. الكابوس الأكبر إنه تكون أحلامك كوابيس أو إنه ما يكون عندك أحلام. ما يكون عندي أحلام. هذا الكابوس.